11 مدينة هنعيش معاها فترة بطولة اليورو 2021 اللي اتأجلت طبعا بسبب ظروف كورونا. كل منتخب ليه مشجعين وهنتكلم على فرص كل منتخب، وإن كنت الحقيقة بشوف إنه من ناحية السكواد، يعني من ناحية النجوم، بشوف إنه كتيبة إنجلترا، كتيبة فرنسا، كتيبة بلجيكا يمكن تكون الأكثر ثقلا في الملعب. يعني بتكلم على فرق مدججة بالنجوم وكلهم كانوا مقدمين موسم أكثر من رائع وكلهم لعيبة مؤثرين بشكل كبير. لكن لما تيجي تتكلم على فرنسا او انجلترا تقول انها من القوى التقليديه. بلجيكا محتاجين نقف معاها شويه. بلجيكا اللي يمكن على مستوى المنتخبات ما كانش ليها تواجد كبير جدا على الساحه الدوليه، على مستوى الانديه يمكن برضو ما لهاش تاثير او قدره كبيره جدا على المنافسه. عندهم طبعا انديه محترمه زي اندرلاخت، زي كلوب بروج، لكن ما تقدرش تقول ان هم من كبار الفرق اوروبا. رغم كده الحقيقه محتاجين نقف شويه مع التجربه البلجيكيه، لانها الحقيقه افرزت في خلال السنوات الاخيره عن منتخب في منتهى القوة. وفي أي بطولة بيدخلها، سواء كنا بنتكلم على بطولة كاس عالم أو حتى بنتكلم على بطولة أوروبا، هو بالتأكيد واحد من الفرق المرشحة بقوة لإحراز البطولة. المنتخب بيضم الحقيقة تشكيلة محترمة جدا، خصوصا كمان في خط الهجوم أغلب نجومه متألقين في الدوريات الخمسة الأوروبية. عندنا نجم طبعا زي دي بروين متألق مع المان سيتي، يانيك كاراسكو في أتلتيكو مدريد، لوكاكو مع الإنتر، ميرتنز، مينيه وكورتوا طبعا مع ريال مدريد. تقدر تقول تشكيلة محترمة جدا المنتخب يقدر يعزز بيها حظوظه في المنافسة على بطولة اليورو. هيكون معنا من خلال فيديو كونفرنس أريال جاكوبز، المدير السابق لأندرلخت البلجيكي والرئيس الحالي للجنة الشباب بالاتحاد البلجيكي لكرة القدم. نتكلم معاه أكتر عن اليورو ونتكلم معاه كمان على فرص منتخب بلجيكا. بداية طبعا أهلا بيك على شاشة الأهلي في برنامج السادس. Good afternoon. أهلا وسهلا، مساء الخير. بداية خليني أكلمك على بطولة يورو 2020 وإزاي بتشوف تعامل الاتحاد الأوروبي عشان يقدر ينجح في تنظيم البطولة بالشكل اللي احنا شايفينه أو الشكل اللي هيبدأ في خلال أيام. حسنا، ظروف خاصة حدثت واضطرت الاتحاد لهذا التنظيم بهذا الشكل. الاتحاد الأوروبي قرر من بضعة أيام أن ينظم البطولة في بلاد مختلفة بسبب ظروف كورونا، فتعتبر بطولة غريبة نوعا ما. مهم جدا نعرف منك برضو إزاي استعد منتخب بلجيكا لخوض منافسات اليورو تحت قيادة مارتينيز. Well, in fact, it's not a special preparation. في الواقع إنها ليست استعدادات خاصة. Since a couple of years. بسبب أن هذا المنتخب تم تجميعه منذ أكثر من سنتين، ويعد هو أفضل منتخب في تصنيف الفيفا، ويمتاز بالاستمرارية والثبات. إنه كان عمل جيد جدا من مستر روبرتو مارتينيز، الاستمرار بهذه الثقة وهذا الأداء المذهل. ممكن أكلمك شوية أو تكلمنا بشوية يعني بالتفصيل عن التشكيلة الحالية للمنتخب بلجيكا اللي رجعته مرة تانية على الخريطة وخليته دايما من أبرز الفرق المرشحة لتحقيق أي لقب في أي بطولة هو بينافس فيها. لفترة طويلة يعني غابت بلجيكا، لكن أعتقد أنها استعادت بارقها بالتشكيلة الحالية. إزاي قدرتوا تعملوا المنتخب ده وإزاي قدرتوا تجهزوا أنه يكون في يوم من الأيام عندكم التشكيلة أو الكوكبة دي من النجوم؟ حسنا، من حوالي 15 أو 20 عاما من قبل الاتحاد والأندية قرروا أنهم يفكروا بطريق مختلف لتطوير الشباب والناشئين، فبالتالي الأندية تفهمت الوضع، والعديد من اللاعبين ظهروا في هذه الأثناء، على سبيل المثال هازارد، كورتوا، دي بروين، لوكاكو، والكثير من اللاعبين اليوم.
تطوره بشكل مذهل. فبالتالي الفريق يعد خليطا جيدا جدا من اللاعبين ذوي الخبرات واللاعبين الشباب بطبيعة الحال. مستر جيكوبز، أفهم من كلامك أنه التركيز في الخطة اللي اتحطت من 20 سنة كان مرتبط بفكرة أنه يبقى في منتخب قوي، لأنه يمكن على العكس من قوة المنتخب وقوة العناصر اللي يمكن كلها بتلعب في أهم الأندية في أوروبا، ما لقيناش تطور ملموس أو مماثل فيه على مستوى الأندية مثلا. We would like to keep the players a little longer in the Belgian. حسن نحاول أن نبقى على لاعبين لفترة أكبر في الدوري البلجيكي، لكن بالطبع في لدينا الكثير من اللاعبين في الدوريات الأوروبية كالدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي. من الصعب على اللاعبين من الصعب على الأندية البلجيكية الحفاظ على اللاعبين الاستمرار معهم، فقط يستمرون لسن مبكرة وبعد ما يتطوروا في الدوري البلجيكي. من المهم جدا للمنتخب البلجيكي والكرة البلجيكية أن ينتقلوا للدوريات الأوروبية الأخرى. وأحضرنا في الفترة الماضية العديد من اللاعبين الجيدين. وبالتالي وصل المنتخب البلجيكي إلى منصة التتويج، وصلوا لكونهم الفريق الأول الحالي على مستوى العالم في التصنيف العالمي للفيفا.